كتير منا عندهم شقفة أرض بالجبل بالضيعة يعني عندهم أكسترا مرات شقفة أرض وبيأجلوا على طول إنه نبقى منعمر بيت الصيفية لأنه بيتنا ببيروت مثلاً لزق إنه يا أما نروح على البحر شاليات يا أما نطلع على الجبل. كيف بقى لو منقدر نشتري بيت كله خالص مخلص لحاله 50 متر مربع بيقدر يبلش وبيكبر قد ما بدنا، بس هي الفكرة منه انه هو يكون بيت ذكي نقدر نحنا ب 50 متر كاري عم نشوفهم مثلا بينحطوا بالأرض يلي نحنا عنا إياها على بلاتفورم سلاب بنسميها مشي 10 سنتي فينا نصب حصيرة بيتون ونحط البيت عليها بنشتريه خالص خالص يعني بيطلع بيتركب ان 4 أيام بيكون مركب خالص وبيرجع بفوت عليه السمارت فورنيتشر يلي عم نشوفه هلا. كيف بقى لو منشوف انه بهيدا البيت 50 متر مربع فيها نقعد عائلة من 5 أو 6 أشخاص نايمين مرتاحين كلهم عندهم تخوتة لانه التخوتة اللي عم نشوفهم هني كمان سمارت بيدز يعني سوبر بوزي بيفوتوا بيتخبوا بيصيروا بقلب الخزانة شوي بيصيروا تخت بس وقتا نسكرهم بنربح متر زيادة بالأوضة لانه هني كل شيء بياخدوه من الحياة هو هال 35 سنتي. والكيتشن يلي كمان بقلب هيدا البيت بده يكون كمان سمارت بس نسكره بيصير بار بس نفتحه بيصير كيتشن تما شوف الغراض كله تما شوف كل الاكسسوار يلي بينحطوا على المجلة. سيم جوز او زيت شي بيروح على السمول باثروم يلي عم نشوفه يعني قدي انا شو بدي عوز اذا بدي غسل ايدي عايز اللافابو عايز سمول كابينت وعايز الاكسسوار تبع الحمام كله فالسايز ماترز القياس كتير بيأثر. نحن اليوتيليتي تبع البرودوي هو ذاته بس القياس حسب قد ايه عنا اللوكس انه نكبره فبهال 50 متر مربع بنقدر نسيع كل شيء بيطلع عنا دو تيراس بنقعد برا بالصيف وبنسكر اذا بدنا نقعد جوا بالشتويه كل هول الاسباسات بنقدر نستعملهم بهال 50 متر مربع اللي عم نشوفها سوا. اهم شيء بالقصه انه البرودوي الخشب يلي معمول منه بقلبه بيكون في ايزولان اذا نحن بدنا نحطه بالجبل مشان الشتاء يحمل شتاء ويحمل حراره فيه ايزولان بقلبه تيحفظ الحراره تخلي البرد برا ويخلي الحراره جوا مع حراره جوا. هول تكنيكلز بيركبوا بين الحيطين الخشب يلي نحن مشان هيك بنشوف سماكه الخشب بتجي 10 سنتي بنسمك الخشب وبنعمل له بروفوندور بقلبه وبنعمل له ستركتور خشب تانية جوانية تحمل الحيطين مع الإيزولان يلي بيكون محطوط جوا. منقطع بقلب هيدا الحيط منقطع كل شيء تكنيكال فينا نقطع الكهرباء فينا نقطع المي فينا نقطع كل شيء تيكون مخفي ما نشوف أبدا شرايط مبينة جوات البيت. البيت كتير مهضوم كتير زكي سعره كتير حلو بعد عزمكم تجوا تشوفوه كل واحد عنده شقفة أرض يفكر فيها.